بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن البروبابيلتي بت ايرور للباينري، كانت بتساوي اللي هي كيو للسكوير روت الاي دي على 2 انون. طبعا الاي دي عبارة عن الانرجي ديفرنس، اللي هي كان بتساوي اللي اس 1 اوف تي ماينس اس 2 اوف تي كل تربيع، طبعا انتجريشن من 0 للتي. وبعدين طلعنا انه في حال الصيغة العامة للبروبابيلتي بت ايرور زي ما حكينا كيو للسكوير روت اي دي على 2 انون. بعدين حكينا في عندي حالتين، اللي هو الانتي بودل لما يكون عند الاس 1 بتساوي ماينس اس 2، فهاي الحالة بيكون عندي الاي دي بتساوي اللي هي بنعوض، طبعا الاي دي هتكون عبارة عن 4 اي بي، فهاي الحالة بنعوض هنا 4 اي بي على 2 ان نوت، بصير عندي اللي هي البروتوتر بتساوي كيو جذر التربيع 2 اي بي على ان نوت. في حالة الاورتوجونال لما يكون عندي الاس 1 متعامدة على الاس 2، طبعا الاورتوجونال معناه اللي هي طبعا هنا عبارة عن السيجنال سبيس، انا راسم الاثنين طبعا دلالة البساي 1 والبساي 2، هنا عبارة عن انتي بودل لانه الزاوية بينهم 180 درجة، الرو بتساوي ماينس 1 اللي هو كوساين الزاوية بينهم او بنسميه كروس كورليشن كوفيشنت. في حالة الاورتوجونال هي الاس 1 والاس 2 بيكونوا اورتوجونال على بعض، الروتيفيت ايرورش بتساوي اللي هي نفس القانون المستعمل، بس هنا بنلاحظ انه الاي دي ايش بتساوي اللي هي 2 اي بي، الاي دي بتساوي 2 اي بي، لما اعوض الاي دي بتساوي 2 اي بي على 2 ان نوت بيعطيني الموتيفيت ايرور بتساوي كيو السكوير روت للاي بي على ان نوت على ان نوت. طبعا ممكن نكتب الصيغه هاي بدلاله اللي هي العلاقه هاي، لانه عند الاي دي ايش بتساوي من المعادله هاي اللي اخذناها في المحاضرة اللي فاتت، ايش بتساوي اللي هي 2 اي بي ناقص 2 رو في الاي بي، وناخذ الاي بي على المشترك بصير عندي في الاخير اللي هو اي بي 2 اي بي في 1 ماينس رو، طبعا الاثنين بتروح مع الاثنين بضل عندي اللي هو المعادلة هاي. طبعا هذه اثبتناها في المرة اللي فاتت، يعني اللي هستعملهم في الحال المعادلة هاي والمعادلة هاي والمعادلة هاي، هاي للانتي بودل وهذه للأورتوغونال. هناخذ مثال في عند اكزامبل 3.2 على الماتش فلتر ديتكشن اوف انتي بودل سيجنالز. معنى انتي بودل سيجنالز يعني اس 1 بتساوي ماينس اس 2، يعني الباينري 1 عباره عن بلصه بالموجب والباينري 0 عباره عن بلصه بالسالب زي ما هو مبين عندي هنا، الاس 1 بتساوي ماينس الاس 2. طبعا حكي لي في اكزامبل 3.2 اللي هو ماتش فلتر ديتكشن اوف انتي بودل سيجنالز، حكى لي كونسيدر ا باينري كوميونيكيشن سيستم، طبعا باينري يعني عندي اس 1 واس 2 بس، باينري 1 وباينري 0 that receives equally likely signals S1 of T and S2 of T. طبعا هاي S1 of T بتمثل لي binary 1، هاي S2 of T بتمثل لي binary 0. Assume that the receiving filter is matched filter، مستعملين match filter and the noise power spectral density N naught قيمتها بتساوي 10 أس ناقص 12 وات على هرتز، 10 أس ناقص 12 وات على هرتز. ماشي الحال. Use the values of the received signal voltage and time shown in the figure to compute the bit error probability. طبعا معطيني القيم تبعت الاس 1 والاس 2 في الفيجر هاي عشان استعملها في حساب اللي هي البيت ايرور probability. ماشي الحال. طبعا اول اشي طبعا هذا عبارة عن انتي بودل سيجنالينج، وبالتالي بدي اضطر استعمل اللي هو القانون تبع الانتي بودل اللي هو probability بيت ايرور بتساوي الكيو جذر التربيع 2 اي بي على ان نوت. طبعا اول خطوه بطلع قيمه الاي بي، معطيني هو الان نوت، بس بدي اطلع انا قيمه الاي بي، يعني هذا القانون هستعمله عشان احسب اللي هي probability of bit error، بطلع قيمه الاي بي. طبعا الاي بي سواء الاس 1 او الاس 2 متساويه لانه عباره عن انتي بودر. عشان احسب الاي بي هاخذ انتجريشن من 0 ل 3، طبعا من 0 ل 3 طبعا مربع الامبليتيود تبع السيجنال هي في تربيع اوف تي. طبعا هقسمه لثلاث مراحل، اول طبعا هذا التايم بالمايكرو سكند من 0 ل 1، يعني هيكون عندي هنا كانه 1 مايكرو سكند اللي هي 10 اس ناقص 6 سكند مضروبه في ايش؟ في اللي هي 1 ملي فولت اللي هي 10 اس ناقص 3 لكل تربيع. ماشي الحال، لان هنا مربع. بعدين هنا من 1 ل 2 نفس الفكره، 1 مايكرو سكند سكند اللي هي 10 اس ناقص 6 سكند ضرب قيمه مربع الفولت هي 2 ضرب 10 اس ناقص 3 لكل تربيع، 2 ضرب 10 اس ناقص 3 لكل تربيع. الجزء الثالث من 2 ل 3 اللي هو هيكون نفس الفكرة 10 أس ناقص 6 مايكرو سكند في اللي هي 10 أس ناقص 3 تربيع اللي هي 1 ملي فولت لكل تربيع. لما أحسب القيمة هاي بيعطيني اللي هو 6 ضرب 10 أس ناقص 12 جول، طلعت قيمة الـ EB. ماشي الحال. طبعا الإنرجي زي ما هي مربع الأمبليتيود بنحسب المساحة. ماشي الحال. أنا قلت معوض في القانون اللي عندي اللي هي الـ probability بتساوي Q جذر التربيع 2 EB على النقط. طبعا
هاي قانون 2 اي بي على النوت. طبعا الاي بي ايش بتساوي؟ 6 ضرب 10 اس ناقص 12، وبالتالي 2 اي بي ايش بيساوي؟ 12 ضرب 10 اس ناقص 12. قيمة النوت معطية 10 اس ناقص 12، وبالتالي 10 اس ناقص 12 بتروح مع 10 اس ناقص 12، بيعطيني اللي هي الجواب كيو الجذر التربيعي تبع ال 12. لما احسبها لكيو 3.46 بطلعها من التيبل تبع الكومنتري فانكشن او الكيو تيبل، بيعطيني قيمة الفيرتبيت اورو بتساوي 3 ضرب 10 اس ناقص 4، 3 ضرب 10 اس ناقص 4. طبعا القيمة هاي بطلعها من التيبل، بيطلع لي الفيرتبيت اورو بتساوي 3 ضرب 10 اس ناقص 4. هذا بالنسبة لمثال 3.2 اللي هو عبارة عن تعويض مباشر في القانون تبع الفيرتبيت اورو. هل جيت نتكلم عن الـ error probability of binary signal اللي هو هنتكلم أول إشي على unipolar signaling. إيش معنى unipolar signaling؟ عند الـ S1 of T بتكون لها قيمة بتساوي L، S2 of T بتساوي 0. هذا مرات بنسميه on-off keying. ليش بنسميه on-off keying؟ لأنه بكون عندي الـ binary 1 بيكون هو عبارة عن بلصة بالموجب اللي هي عبارة عن S1 of T مثلا هنا قيمتها A، والـ binary 0 عبارة عن 0 off، يعني ما ببعثش أي signal. ماشي الحال؟ طبعا هذا معرفة في خلال الـ bit duration اللي هي تي، يعني من تي قيمها هذا التايم من 0 لتي اللي هي تي عبارة عن البيت دوريشن. طبعا الاس 1 اوف تي اللي هي بتساوي ايه فور باينري 1، والاس 2 اوف تي بتساوي 0 للباينري 0. وبالتالي لو كان عندي سيجنال بالشكل هذا هكون باعت هنا عندي باينري 1 اللي هي اس 1 اوف تي، هنا باعت باينري 0 اس 2 اوف تي، هنا باينري 0 اس 2 اوف تي، هنا باعت باينري 1 اس 1 اوف تي، هنا باينري 1 اس 1 اوف تي. طبعا هذا كمثال. كيف بدي اعمل ديتكشن للسيجنال؟ في ممكن باستعمال اللي هو طبعا هذا عباره عن يونيبولر بيس باند سيجنال. كل شغلنا حتى الان احنا بيس باند. طبعا باستعمال هنا هستعمل كورليتر ديتكتور، هستعمل كورليتر ديتكتور. هنا هاخد الريفرنس سيجنال اللي هي ال S1 minus S2 of T اللي هي بتساوي الـ A، لانه S1 minus S2 بتساوي الـ A. لقيت الـ R of T هضربها في الـ reference signal هي S1 minus S2 of T هي الـ A، بعمل integration من 0 ل T، بطلع قيمة اللي هي الـ sample اللي هي Z of T capital، هقارنها مع الـ gamma note. إذا كان أكبر من gamma note بختار H1 تمثل لي اللي هي S1، أقل من gamma note بختار H2 اللي هي تمثل لي الـ S2، تمثل لي اللي هي الـ S2. طبعا واضح عندي أنا لما يكون عندي الـ received signal عبارة عن باينري 1 اللي هي الاس 1 اوف تي بتساوي الاي، هتكون قيمة اللي هي الزد هاي لها قيمة اكبر من 0. ماشي الحال؟ لها قيمة، ماشي الحال، لها قيمة يعني اكبر من القيمة لو كان عندي مبعوث اللي هو الاس 2. لو يكون مبعوث الاس 2 هيكون القيمة هذه 0، يعني هذه الار اوف تي هتكون ايش الار اوف تي بتساوي اصلا؟ اللي هي الاس اي اوف تي زائد النويز. يعني في حالة لما يكون الاس 1 مبعوث هيكون عندي اي زائد ان اوف تي، اي زائد ان اوف تي لما اعملها كورليشن مع الاي هيعطيني ماكسيموم. هذا الزد هتكون قيمتها كبيرة. ماشي الحال؟ لو كنت بعت انا مثلا اللي هي الاس 2 اللي هي الار اوف تي بتساوي اس 2 اوف تي زائد النويز زائد ان اوف تي، هيكون هذه القيمة صغيرة، وبالتالي الزد هذه تكون قيمتها صغيرة، يعني هتكون الجاما نوت تقريبا قيمتها تكون ممكن تكون اي على 2، اي على 2 ممكن تكون قيمة الجاما نوت اي على 2. وبالتالي لما تكون اللي هي الزد اكبر من جاما نوت ايش بختار؟ اللي هي الاس 1 او اتش 1، اقل من جمالات بختار H2 او S2. ماشي الحال؟ هذا بالنسبة للي هو اليونيبولار. بالنسبة لحساب اللي هي البروتيبت ايرور في حالة اليونيبولار طبعا عبارة عن اورتوغونال، لانه عندي الكروس كورليشن بين S1 والS2 بساوي صفر. اصلا S1 مضروبة في S2 بيعطيني صفر، وبالتالي الS1 والS2 بيكون عبارة عن اورتوغونال سيجنالز. وبالتالي بستعمل عشان احسب البروتيبت ايرور بستعمل اللي هو القانون تبع الاورتوغونال اللي بتساوي اللي هي طبعا الكيو جذر التربيع للاي بي على النوت. وممكن استعمل نفس القانون هذا اللي هو كيو جذر التربيع اي دي على 2 النوت، بس في هاي الحاله تكون الاي دي اللي هي الانرجي ديفرنس، احسبه بالعلاقه اللي هي هذا اللي هي الانتجريشن لمربع الفرق بين اس 1 واس 2. ماشي الحال؟ يعني هنا الـ energy difference signal هي الـ ED ايش بتساوي؟ قلنا هتكون S1 minus S2 لكل تربيع. طبعا S1 of T ايش بتساوي؟ اللي هي A. S1 of T بتساوي A. طبعا A minus 0 و S2 of T ايش بتساوي؟ 0. وبالتالي هتكون A تربيع في T. الـ ED ايش بتساوي؟ A تربيع في T. A تربيع في T، لأنه هنا يكون عندي A تربيع وفي الـ integration بيطلع لي T. ماشي الحال؟
وبالتالي الـ root بتقراش بتساوي اللي هي Q الجزء التربيع ED على 2 النوت الـ ED طلعنا قيمتها بتساوي A تربيع في T على 2 النوت. طبعا أنا عندي قيمة الـ EB إيش بتساوي؟ هنا عندي أنا الـ S1 of T بتساوي الـ A، S2 of T بتساوي 0. طبعا الـ energy للـ S1 طبعا عبارة عن البت هتكون عبارة عن A تربيع في T، والانرجي للاس 2 هتكون 0، بالتالي انا باخذ الافرج، وبالتالي هتكون الانرجي الاي بي ايش بتساوي ايه تربيع في تي على 2، ايه تربيع في تي على 2، لانه انا اخذت الافرج، ما بقدرش اخذ اللي هي الانرجي للاس 1 لحالها، لازم اخذ الانرجي للافرج للاس 1 والاس 2، هتكون بالتالي ايه تربيع تي على 2، وبالتالي اللي هي القانون تبع طبعا هذا عباره عن اورثوجونال. يعني بغض النظر حتى من غير ما اعوض بقيمة اللي هي الـ AD اللي هي A تربيع في T على 2 النوت، واضح انه الـ EB ايش بتساوي اللي هي A تربيع في T على 2، A تربيع في T على 2 اللي هي بعطيني نفس الناتج اللي هو نفس العلاقة هاي اللي طلعناها هنا، ماشي الحال؟ ده الأورثوجونال، قلت بتقول بتساوي Q جذر التربيع EB على النوت، ماشي الحال؟ يعني لو حسبت الانرجي بدلالة الـ EB او بدلالة الـ ED بيعطيني نفس النتيجة، نفس النتيجة. هذا بالنسبة للي هو اليونيبولر. اليونيبولر زي ما حكينا الـ S1 بيكون له قيمة مثلا A، والـ S2 بتكون بتساوي 0، والـ S1 والـ S2 بيكونوا اورثوجونال، وبالتالي الـ cross correlation بينهم بتساوي 0، وبالتالي بستعمل القانون هذا عشان أطلع اللي هي الـ probability of bit error. لقيت هنتكلم عن البايبولر سيجنالينج اللي هو الانتي بودل. البايبولر سيجنالينج هو عبارة عن انتي بودل، عندي الاس 1 اوف تي بتساوي A خلال البت دوريشن هي من 0 ل تي كابيتال، والاس 2 اوف تي بتساوي ماينس A خلال البت دوريشن من 0 ل تي كابيتال. طبعا هذه الاس 1 عبارة عن باينري 1 والاس 2 عبارة عن باينري 0، يعني عندي الباينري 1 اللي هي اس 1 اوف تي عبارة عن بلصة بالموجب بالشكل هذا، والاس 2 عبارة عن بلصة بالسالب. طبعا لما بتشوف بتاعت الاس 1 اوف تي بتساوي A، لما بتشوف بتاعت الاس 2 تي بتساوي ماينس A. وبالتالي لو كان عندي مثال بالشكل هذا، لو اخذنا نفس المثال اللي اخذناه قبل شوية، طبعا هذا عبارة عن دي 1 0 0 1 1، ماشي الحال؟ هنا عندي 1 0 0 1 1، بس هنا ممثل باليونيبولر، يونيبولر. هذا هنا ممثل بالانتي بولر او الباي بولر سيجنالينج، باي بولر سيجنالينج، لأنه في عندي اللي هي A وماينس A، الـ A للباينري 1 والماينس A للباينري 0، ماشي الحال؟ طبعا هنا بوضح لك كيف عملية الديتكشن باستعمال هنا كورليتر ريسيفر او كورليتر ديتكتور. هنلاحظ هنا عندي الـ R of T هيكون عندي 2 reference signal، S1 of T هستعملها هنا اللي هي الـ reference S1 of T و S2 of T، ماشي الحال؟ طبعا S1 of T بتساوي الـ A والـ S2 of T بتساوي minus A، وعندي اللي هو integrator. طبعا هذا الكورليتر عبارة عن حاصل ضرب اللي هي الـ R of T في الـ SI of T، هنا S1 وهنا هتكون S2. طلع قيمة الزد، إذا كان مثلا زد 1 أكبر من زد 2 معناه إيش؟ اللي هي S1، اختار الـ S1، ماشي الحال؟ لو كان زد 1 أقل من زد 2 اختار إيش؟ الـ S2. طبعا هيكون قيمة الزد بالموجب لو كان عندي اللي هي السامبل ريسيت سامبل زد 1 أكبر من زد 2، هتكون القيمة بالموجب، وبالتالي اختار مين؟ الـ S1. طبعا الجاما نوت في هاي الحالة بتكون قيمتها 0، لانه احنا اخذنا في الانتي بودل الجاما نوت بتساوي 0، وبالتالي لو كانت قيمة الزد هاي موجبة اكبر من 0 بختار مين؟ الـ S1، لانها تكون الـ Z1 اكبر من Z2، ماشي الحال؟ لانه هذا عبارة عن زد بتساوي Z1 ماينس Z2، لما تكون القيمة موجبة معناها Z1 اكبر من Z2، قيمة سالبة او اقل من 0 طبعا الجاما نوت بتساوي 0، هيكون عندي اللي هي اختار مين؟ S2، H2 بتمثل لي الـ S2، ماشي الحال؟ طبعا لاحظوا انه لما يكون عندي الـ R of T ايش بتساوي؟ الـ S I of T زائد N of T زائد النويز. لما يكون عندي مثلا مبعوث S1 of T زائد النويز هيكون قيمة الـ Z1 أكبر، لأنه هنا هيكون A وهنا في ماتشنج بينه أو كورليتر فيه تشابه أكبر، الـ Z1 هتكون أكبر من Z2. لو كان مبعوث مثلا الـ S2 of T في هالحالة الـ R of T هتساوي ماينس A زائد N of T، وبالتالي قيمة الـ Z2 هتكون اللي هي أكبر من Z1، وبالتالي أختار مين؟ S2 أو باينري زيرو. هذا بالنسبة للبايبولر سيجنالينج. طبعا هاي الرسمة بس حبيت اوضح اللي هي الاس 1 والاس 2، الاس 1 هتكون بلصة بالموجب والاس 2 هتكون بلصة بالسالب. خلينا نكمل عشان نحسب اللي هي البروبيتي اوف ايرور. طبعا اس 1 اوف تي بتساوي ماينس اس 2 اوف تي عبارة بيكون انتي بودر، وزد اوف تي بتساوي زد 1 اوف تي ماينس زد 2 اوف تي زي ما حكينا هنا. زد اوف تي ايش بتساوي؟ زد 1 اوف تي زائد ماينس زد 2 اوف تي، طرح بطرح زد 1 ماينس زد 2.
ماشي الحال. الانرجي ديفرنس في هاي الحاله ايش بيساوي؟ هاي القانون تبعه دي اس 1 اوف تي ماينس اس 2 اوف تي كل تربيع دي تي. طبعا اس 1 بتساوي اي والاس 2 بتساوي ماينس اي. طبعا ماينس ماينس اي يصير 2 اي. طبعا قلنا اس 1 بتساوي اي واس 2 بتساوي ماينس اي، وبالتالي اي ماينس ماينس اي هيعطيني 2 اي. طبعا 2 اي لكل تربيع 4 اي، هضرب 4 اي تربيع في تي تربيع، يعني هيكون عندي 4 سوري 4 اي 4 اي تربيع في تي. ماشي 4 اي تربيع في تي، 4 اي تربيع في تي، هذا الانرجي ديفرنس. الانرجي للبت الواحده، طبعا احنا بنلاحظ انه الاس 1 والاس 2 الانرجي لهم نفس الانرجي هتكون، وبالتالي الانرجي هتكون ايش بتساوي؟ اللي هي اي تربيع في تي، سواء للاس 1 او للاس 2، سواء للاس 1 او للاس 2. ماشي الحال، هتكون اي تربيع في تي. طبعا هذا عشان انتي بودل، اول ايش العلاقه العامه عشان احسب البروتوبيت ايرور بتساوي كيو جذر التربيع اي دي على 2 امنون. طبعا هاي شامله لكل انواع الباينري سيجنال سواء كان انتي بودل او اورتوجونال. عند الاي دي طلعتها انا هنا ايش بتساوي؟ اللي هي 2 اي تربيع 2 اي لكل تربيع في تي، ماشي الحال، على 2 ان نوت، على 2 ان نوت. لما اظبط المعادله هاي طبعا في 2 هتروح، اللي هي هيصير عندي هنا 4، طبعا اي 4 اي تربيع 2 هتريح عندي اللي هي ال 2، هيضل عندي 2 هنا اي 2 اي تربيع في تي على ان نوت، 2 اي تربيع في تي على ان نوت، ماشي الحال. ونفس الوقت زي ما احنا عارفين انه اللي هي البوت بتقول في حاله الانتي بودر بتساوي كيو سكوير روت 2 اي بي على ان نوت، طبعا جذر التربيع 2 اي بي على ان نوت، هي العلاقه هاي. انتي بودر اس 1 بتساوي ماينس اس 2، الروت بتقول بتساوي كيو جذر التربيع 2 اي بي على ان نوت، 2 اي بي على ان نوت. طبعا الاي بي طلعناها احنا ايش بتساوي؟ اللي هي اي تربيع في تي، اي تربيع في تي، يعني انا اعوض هنا الاي بي اي تربيع في تي، هيصير عندي 2 اي تربيع في تي على ان نوت، نفس القيمه هاي. نفس القيمة هاي، ماشي الحال. هيك بكون انا اخذت اللي هي اليوني بودر اللي هو الاورتوجونال، نوع من انواع الاورتوجونال، واخذنا الانتي بودر وحسبنا لهم البروبابيلتي اوف بيت ايرور، البروبابيلتي اوف بيت ايرور. هل جيت بنتكلم عن الريليشن او العلاقة بين اللي هي السيجنال تو نويز ريشيو والاي بي على ان نوت. الاي بي طبعا اي بي عبارة عن انرجي للبيت، والان نوت عبارة عن نويز باور سبيكترال دنسيتي. نويز باور سبيكترال دنسيتي، طبعا في الانالوج كوميونيكيشن سيستم الفيجر اوف مينيت او مقياس جوده اي كوميونيكيشن سيستم كان عباره عن اللي هي الافرج سيجنال باور تو افرج نويز باور، اللي هي بنسميها السيجنال تو نويز ريشيو او السيجنال باور على النويز باور. كل ما تكون قيمه السيجنال تو نويز ريشيو عاليه معناها السيجنال باور بتكون اكبر بكتير من اللي هي النويز باور. بس احنا في الامثله اللي فاتت عشان نحسب اللي هي الفيجر اوف مينيت للديجيتال كوميونيكيشن سيستم حسبنا قيمه ايش؟ الاي بي على النوت، اللي هي الانرجي للبت على النويز باور سبيكترال دنسيتي، ماشي الحال. كيف ممكن نربط او التو ريليشنز ار ريليتد، الريليشن بين الاثنين، ماشي الحال. احنا ممكن نحسب الانرجي للبت اللي هي الاي بي نضربها عباره عن اللي هي السيجنال باور في البت ديوريشن، لما العلاقه بين الانرجي والباور ايش بتساوي؟ الانرجي بتساوي اللي هي الوات في السكند، ماشي، الباور في التايم، باور في التايم، يعني بتساوي الاس في التي بي. واحنا عارفين النويز باور سبيكترنسيتي ايش بتساوي؟ النويز باور على الباندويث، النويز باور على البانوت. وبالتالي ممكن نعوض بدل الاي بي على النوت نعوض قيمه الاي بي اللي هي الاس في التي بي ايها، ونعوض قيمه الان نوت اللي هي النويز باور اللي هي الان على البانوت ان على دبليو. لو اخذنا الاس ان على ان لحالي سيجنال تو نويز ريشيو لحال، هنروح في البانوت الى دبليو على البت ريت. طبعا البت ريت كيف جت البت ريت؟ لان عندي تي البت ريت الار بي بتساوي 1 على التي بي، ماشي الحال، او التي بي بتساوي 1 على الار بي، يعني صارت عندي الار بي في المقام، لان التي بي بت ريت بتساوي 1 على التي بي، الار بي بتساوي 1 على التي بي. يعني ممكن احنا نفكر بالاي بي على نوت كانها نورمالايز سيجنال تو نويز ريشيو. ايش نعمل نورمالايزيشن؟ هو حاصل ضربها في الباندويث على البت ريت. طبعا هاي ممكن هتبين اكثر معنى لما نستعمل مالتي ليفل سيجنالينج في الام اري، في الام اري، في الام اري. يعني العلاقه بين الاي بي على نوت والسيجنال تو نويز ريشيو هتكون بالشكل هذا. هل جيت نتكلم عن العلاقه اللي هي نقارن بين السيستم، مين احسن الاورتوجونال ولا الانتي بودر؟ انا استعمل اي سيستم من ناحيه الايرور او بروبابيلتي اوف بيت ايرور، مين افضل، هيكون الاورتوجونال ولا الانتي بودر؟ هيبين هل جيت معنا. لو نرسم اللي هي العلاقه بين اللي هي البروبابيلتي اوف بيت ايرور مع الاي بي على ان نوت، طبعا البروبابيلتي اوف بيت ايرور بتساوي في حاله الانتي بودر هتساوي اللي هي الكيو جذر التربيع 2 اي بي على ان نوت، في حاله الاورتوجونال هتساوي كيو جذر التربيع اي بي على النوت. بنلاحظ انه في فرق اللي هو 3 دي بي بين، يعني بدي انا
لازم ازود الباور او الانرجي، ازود الانرجي مقدار 3 دي بي عشان اتحصل على نفس البرفورمانس، نفس البرفورمانس تبع يعني هذا الارتوجونال اسوأ من الانتي بودا. كيف بدك تتاكد انه اسوأ؟ هلقيت انت ايش بتعمل؟ بتاخذ مثلا قيمة اللي هي الاي بي على النوت بتساوي 10 ماشي الحال، ترسم خط عمودي زي هيك بالشكل هذا زي هيك ماشي الحال، عند الاي بي على النوت بتساوي 10 هتكون قيمة اللي هي الويت بيتر في حالة الانتي بودل ماشي الحال حوالي تقريبا 10 اس ناقص 5 ماشي الحال، في حالة الارتوجونال هتكون تقريبا 10 اس ناقص 3، وبالتالي هنا البروبابيلتي بيتر هتكون اكبر في حالة الارتوجونال مقارنة مع اللي هو الانتي بودل. دائما الكيرف اللي جوا بيكون افضل، الكيرف اللي جوا هذا يعني بيكون عندك اكثر من كيرف اقارن بين اللي هي البروبابيلتي ايرور مع الاي بي على النوت، الكيرف الداخلي هذا بيكون افضل ماشي الحال. عشان اتحصل على نفس البروبابيلتي ايرور لازم اللي هي ازود الاي بي على النوت مقدار 3 دي بي في حاله اللي هي الارتوجونال ماشي الحال. هذا اللي هو يعني عندي في 3 دي بي بيتر بيرفورمانس بالنسبه للانتي بودل او الباي بودل مقارنه مع مين؟ مع اللي هو الارتوجونال او اليوني بودل او اليوني بودل بشكل عام ماشي الحال. طبعا 3 دي بي عباره عن فاكتور اوف تي، فاكتور اوف 2 ضعف يعني ماشي الحال. يعني الباي بولر سيجنالز او الارتوجونال سيجنال بدها اللي هي فاكتور اوف 2 زياده في الانرجي مقارنه مع الارتوجونال سيجنالز عشان تحصل نفس اللي هو البرفورمانس او الايرور بيرفورمانس. طبعا هاي الرسمه ممكن توضح زي ما حكيت قبل شوي، لقيت انا عندي لما نقارن البيتر بيرفورمانس هنا اخذت الاي بي على نوت بتساوي 10 دي بي في حال طبعا الداخلي هذا عباره عن انتي بودل تعطيني البروتي بيتر بتساوي 7.8 ضرب 10 ناقص 4، والارتوجونال هيعطيني اللي هي 9.2 ضرب 10 ناقص 2، وبالتالي لنفس قيمه الاي بي على النوت بيعطيني الانتي بودل اللي هي lower probability of bit error ماشي، lower probability of bit error ماشي مقارنة مع مين؟ مع الارتوجونال، مقارنة مع الارتوجونال. وبالتالي الانتي بودل افضل من الارتوجونال من ناحية اللي هي لو بدي اقارن اللي هو البيت ايرور بيرفورمانس او البروبيتي بيت ايرور بيرفورمانس ماشي الحال. هلقيت في نقطتين يمكن تلخبطوا انتم بين البروبيتي بيت ايرور والبيت ايرور ريت. البروبيتي بيت ايرور اللي هي مقدار الايرور اللي عندي، طبعا يكون من 0 ل 1 القيمة تبعتها. البيت ايرور ريت اللي هي قديش بتات فيها ايرور من البتات الكلية ماشي، يعني ممكن تكون يعطيك اياها مثلا 10 اس ناقص 7. يعني ايش معنى 10 اس ناقص 7؟ يعطيك البيت ايرور بتساوي 10 اس ناقص 7، معناها انه كل 10 اس 7 بيتس في بت واحده بيكون فيها ايرور. هذه كيف بحسب البيت ايرور ريت، يعني ريت كمعدل، يعني كل 10 اس 7 بيتس في عندي بت فيها ايرور ماشي الحال. البروبابيلتي بيت ايرور اللي هي بتكون الاحتماليه العاديه، القيمه من 0 ل 1، كل ما تكون القيمه صغيره قريبه من الصفر كل ما يكون السيستم افضل. ونفس الفكره بالنسبه للبيت ايرور ريت، كل ما تكون القيمة مثلا 10 أس ناقص 20 أو 10 أس ناقص، يعني تكون القيمة يعني صغيرة أكثر كل ما يكون أفضل، لأنه مثلا في الـ communication system في الغالب بيطلب يكون 10 أس ناقص 8 ل 10 أس ناقص 12، يعني بت واحدة كل 10 أس 8 بتس أو كل 10 أس 12 بتس يكون فيها ايرور. واضح؟ هذا بالنسبة للي هو البت ايرور بيرفورمانس أو بت ايرور كيف نحسبها. في المحاضرة الجاية نتكلم عن اللي هو الانتر سيمبل انترفيرنس. طبعا احنا في حاضر في المحاضرات السابقة حكينا ايش السورسز تبعت الايرورز، حكينا في عندي النويز وفي عندي الانتر سيمبل انترفيرنس. في المحاضرة القادمة ان شاء الله هنتكلم عن اللي هو الانتر سيمبل انترفيرنس. يعطيكم العافية يا شباب.